انا غادي نفهمكم صراحه غادي نفهمكم علاش الالجيريان الجزائري صابر للزلط والميزيريه. دونك كي قلت لكم ان هذا الالجيريان هذا الجزائري هذا اللي كيسبنا ويعايرنا ليل ونهار واللي عارف ان ما يمكنش دوله ب 2000 واحد ولا 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا 40000 ولا 50000 ولا 100000 ديال السكان دير دوله في ارض شاسعه كبيره بحال هكذا، فهمتي؟ عارف باللي بلادو هي راه كيخرجوا ليها دابا، قال لك حنا بغينا نديو لكم المحيط، انا ندي لكم المحيط. عارف باللي بلادو بيان سيغ دابا هما ركبوا لهم داك انهم هدف جيوستراتيجي، جيوستراتيجيك سيتادير يديو المحيط ضروري ما يديو المحيط اللي كيبان لهم، الا داو المحيط راهم غادي يوليو لاباس عليهم. وهذا خطا. سيتي نيغوغ هذا، راه ماشي المحيط اللي دار لنا لاباس حنا المغاربة. ماشي المحيط لا. حنا اللي دار لنا لاباس هي المغاربة ابتكاريين كيخترعوا. مغاربة كيخدموا، معقولين. مغاربة طباخة، نتوما كتقولوا مدلولين لأن كتشوفونا خدامين وحادين راسنا وكنخدموا. كنديروا ما كنديروش خدمة واحدة. وما كنقنعوش بداك الشيء اللي عندنا الصراحة، خصنا ديما نزيدوا لاباس. نعطيك مثال، نتوما دابا واحد ما لاقي ما ياكل، ساكن في براكة، دايز عليه بخرار فيه الخرع وفيه البول وفيه حاشاكم، راه شت شي تحمية وشت الكارا وشت الواد وشت بزاف ديال لي بيدون فيل في الجزائر، زعما حالة كيبقاو فيا أنايا، كيبقاو فيا مدينة ديال القزدير، مدينة رزيو، مدينة كبيرة، راه كنظن أكبر مدينة ديال البيدون فيل كاينة في أرزو. العاصمه ديال صونا الغاز، في كاين المقر الرئاسي ديال صونا الغاز اللي كان في الهرب، ربما حتى صونا تراك. من اللي كنعرف انا لي كرون كادر ديال المغرب ديال الجزائر كانوا في صونا الغاز، لا غادي ديال الفلوس، والناس عايشه في كاريان باقي وسط الواد الحار، كيدوز عليهم وسط الواد الحار، وكاين كاريان واحد اخر في الواد، الواد كله فيه مجاري المياه الغير العادمه، او لي زو نيزو ايزي، لي زو ايزي ولا لي زيغو داسينيسمو. الجزائري كياخذ واحد لي سالار باش يبقى حي بوغ سيغفيفغ، وفرحان يقول لك انا راه ما كندير والو نتخلص، فرحان بهذيك ما يدير والو يتخلص، ها كنمشي نحضر، الا راك انت راه مدب بالك الشوكه دير حياتك كلها وانت عايش باش تعيش، تي اون تران دو سيغفيفغ، ما عندكش لا في. اللي فايقين بكم وعايقين دخلوا للبزنس، داروا هنا وداروا هنا وما خافوش، دخلوا للحبس وخرجوا وخونوا وصفروا ولاو لاباس عليهم ولاو هما شادين البوفوار. انت راك شتي الحبس عندكم عادي، وزير يدخل ويخرج، واحد في المخابرات بحال جبار مهنا دخل وخرج ولي مسؤول، كان الحبس عادي عندكم تما، بريزون عندكم عاديه. الور هذا الجزائري ركبوا ليه في راسو يقول لي خصك تصبر، خصك تصبر للميزيريه. علاش يخرج عندهم الشعار ديال الميزيريه وتحيه الجزائر، ولا ناكل الحمير وتحيه الجزائر؟ لان قالوا ليه راه حنا يا خويا كنتسلحوا وراه المروك العدو، راه دخلنا الصهيون، خصنا نكونوا قويين، راه طامعين فينا، وي راه حتى واحد ما طامع فيهم، راه هما اللي ضاربين الغله، هادوك لي ليدور ديالهم لي ديريجون ديالهم ضاربين الغله، وكيقول لي شوف ليه، شوف في الغرب، راه المروك دخل لينا اليهود، ولا على الشيطان، ولا على الشيطان. واش اليهود المغاربه كانوا هنا من قبل واليهود كيجاو، واش قالوا لكم عطيونا شي حاجه؟ واش هدوكم؟ هذه غير مسرحيه كيديروها للشعب باش يصبر للميزيريه والشعب ويعاير المروك، فهمتي؟ وانا كيهضر معايا شي واحد في لغه وانت خايف على شنو تهضر معايا؟ انا قاعد تهضر معايا بالماده، الماده ما تهضرش معايا انا بالفلوس، عندك ما عندكش ليسونس المازوت، ما تهضرش معايا بهذا الشيء، ما تهضرش معايا به كاع نهائيا. نعيش واحد النيفو طالع، واحد النيفو طالع، جيت من الجزائر زيرو درهم، كملت قرايتي هنا وكملت التعليم ديالي هنا وكملت المعرفة والخبرة في المغرب، وعرفت القيمة ديال الرجولة والقيمة ديال المعقول. الجزائر دولة تافهة، أنا ما كنسميهاش دولة صراحة، والله ما كنسميها دولة بالله، أنا نعطيك الواقع، أنا ما كنشوفش مقومات دولة، والشعب ما كنسميهش الشعب، كنسميه دي زونسومب دو بوبيلاسيون أغلوميري. هنا راني راجع من الطريق ديال المحمديه بحال غادي للرباط، غادي للرباط
اون ميم طون نوري لك ان هنايا مثلا هذه دوزت على بيجو، دوزت على بليزيور، هنا هذه بي ام دبليو، هذه بي ام دبليو ديما كنقولها لك باش نفكرك، بي ام دبليو، وهذه الميني كوبر اللي حداها شتيها الميني كوبر، وهذه اللي حداها فيراري، هايك فيراري وهوندا، فيراري هاي فيراري، قال لك شويه شوف الفيراري شوف الهوندا اي انكور هيونداي، عاد غادي نشوفوا البنتلي وغادي نشوفوا المازيراتي وغادي نشوفوا الاودي وغادي نشوفوا الفوكس فاغن. هادشي دابا حنا اللي عندنا، هادشي اللي عندنا هنايا، لو كان ما كانش عندنا بوفوار داشا هادو راه شحال معمومة هنايا، راه سنوات الوسير. شوف شكون اللي كيشري، واش اللي كيشري كما تقولوا انتوما كاوري ولا مغربي؟ القرا بالنسبه لينا فقراء، وحق الله العادي بالنسبه لينا احنا لي فرونسي سي دي بوف، عندكم انتوما كيلعبوها لاباس عليها، ما عندنا ما كيزقزقوش عندنا. شتي لي بلايا والجيت سكي ولي ياخت وهاد اللي قالوا لي فواتير دو لوكس، ما كان غير المغاربه. كيجي حدانا لو فرونسي كيتعقد كيولي يقول لك انا كي فيفي انا تري ريش انا دي تري بوف، باسكو علاش ما وصلش يعيش بحالنا، كيمشي يقلب على شي مونديون ولا على شي قراب ولا على شي سيرور ويدير عليه فيلم ريغاردي لو ماروك ريغاردي هذاك الشيء. شوف هذاك الشيء ما ينزل ليناش المستوى ديال المعيشه ديالنا، وما ينزل ليناش المورال ديالنا. المورال ديالنا المونتال ديالنا صحيح، وحنا عارفين ان لا جالوزي فرونسيز راها باقيه لدابا، لان لا فرونس عمرها كان كتخيل ان المغرب يوصل لهذا النيفو، ان المغرب ما فيه لا مضاربه لا على قص لا على ماكله لا على لاكو، ما كاين لا لاكو، ما كاينش المغرب ترونكيل سون غاز ني بترول. لو ماروك في دون لا لوميير، دون لا لوميير، الحمد لله الحمد لله. دونك اللي بغيت نقول لك هاد النصارى في الكور الكور تقول انتم القاوري كيجي عندنا يتعقد، والله القسم يتعقد. شوفوا الشعر وداير وخارج، راه حازق ديك الفلوس اللي عنده حنا نخسروها في دو جور ولا تروا جور، هو كيختار الاغلبيه. وكتعايرونا بالخليج وانتم كتقلبوا، ها انت شوف بلاتي دخل عند المازيراتي هنايا، ها هي هذه، ها هي هذه المازيراتي شتيها المازيراتي، سير قول لهم واش كاينه شي فواتير، قول لهم عافاكم شكون اللي كيشري هنايا، غادي تفاجئ غايقول لك المغاربه. وقول لي عاود لا هادوك راه لاباس عليهم، واحد اخرين ما عندهمش. المهم بغيت نعطيك واحد الدرس في الحياه، ان هنا في المغرب الا خدمتي تعيش كيما بغيتي. انت شوف البورش، هاك شوف البورش، البنتلي، الاودي، الفوكس فاغن، شتي ولا ما شتيش؟ هادو راهم يبيعوا غير المغاربه، يبيعوا غير لي ماروكان، لي ماروكان هو اللي كيشريو. شوف نقول لك عدد كبير من المغاربه ما هما لا ديريكتور دو سوسيتي ولا حتى شي حاجه، مغربي ما قاريش حرف وقرا. تشوف بنتلي، هاي البنتلي شتيها، هادي ميزون بنتلي، هاهم في الفوق تاعها بنتلي مستي شتيها. حنا ما كاش الميزيريه، لا حنا عايشين بخير وعلى خير، وحنا ديما دابا هذاك الفكر ديال القوميه اللي ركبوها في الجزائريين زوين، انا ماشي ضده، ولكن ما ركبوش القوميه يبغي بلادو يقول فيف لالجيري ونخدموا لالجيري ونطلعوا لالجيري ونردوا لالجيري دوله قويه، ما بقاوش نعيشوا في الغربه، ما بقاوش نوليو السعايا والشفاره في اوروبا، لان كل شيء تقريبا 99% دي مونديون ودي فولور دي بيك بوكيت دي اس دي اف دي سكواتر، كل شيء كاين فيهم اوروبا، العالم كله ولا كيعرفوا الدوله اللي هي خصها تكون احسن من الامارات. انا يعني نقول فيف لالجيري وتحيي الجزائر، ايه بلادي مثلا، ولكن باش انا نقولها باش يحكم فيها واحد كيجي الناس اون بلان غينيو شي بلاني زهايمر، واحد اخر باش يكذب يقول لك جورج واشنطن عطى بيستولي الامير عبد القادر، هذا خصو يمشي للسبيطار الحماقه، هذا خصو يمشي للسبيطار الهبله، خصو يتعالج. انا كون قالها ولدي ندي نعالجه، نقول له مالك ياك ما وكلوك شي حاجه، ندي في البلاصه ندير ليه لي زاناليز ونقلبوا واش مقرقب واش ونلقى هذا راه بريزيدون، والله دارها ولدي ندي السبيطار، بالله يقول لي راه محمد الخامس راه عطاها الله يرحمه عطاها شو انا تخرب، ولا واحد اللي كيتقبل انه يغني على الرسول محمد
الجزائر رجعت ليك، دخلنا عليكم بالله واش هذا، واش هذا تهضر معاه؟ واش هذا الشعب هذا اللي كيحسب راسو زعما راه عايق وفايق؟ لا شوف، انا جامي بغيت ندير غير شوز. القومية ديال الجزائر هي قومية مبنية على كراهية المغرب. حب الجزائر هو كراهية المغرب. بغيت نوريك هنا ساعة مشات ليماج، بغيت نوريك لونسومبل دي كواد الياخت اللي تباعو هنايا، الجيتسكي، كلشي كيتباع. وسير دخل قول لي شكون اللي كيشري هنا، يقول لك سيدي ماروكان. النصارى خصهم غير شي حاجة فابور، يكريو بعكاكة، وغير في البوكين إلا بغا يكري ما هي وما لونوها، النصارى كاملين. وهذوك لي جروب اللي كيجيونا ديال التوريست، راه كيجيو التوريزم كيبغيو دومي طاريف. المغربي كيخلص أكثر منهم، المغربي كيخلص لوطيل أكثر من دابا. سير دور دور في لي زوطيل ودور وبلان هنا، ما كاش نصارى، ما كاش الكور، غير المغاربة. سير طلع لتغازوت، سير ميرنف، سير مراكش، سير الحسيمة، سير الناظور، سير تطوان، سير طونجي، سير كاستيخو، مضيق، ما تلقاش بلاصتك. شكون كاين؟ دي ماروكان. المغاربة راهم عايشين واحد الحياة، راه لا فرونس ما تحملتش المغرب اللي ولاو المغاربة عايشين أحسن من لي فرونسي، أحسن. ألمانيا راه كتباغي ترجع المغرب اللور باش الجزائر تقرب ليها، فهمتي؟ ماشي تحاول تقرب الجزائر، لأن الجزائر ما عندهاش الركابي باش تلحق علينا. تلهات في الخواد، تلهات في الخواد. 60 عام ديال التخلويط، 60 عام هما مضاربين على البوفور، 60 عام هما يكذبوا باش يحافظوا على السلطة، والشعب ديالهم باقا مراكش مطحن طحن، مراكي مطحن طحن. نوض 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 نوض، راه مقول بينك، راه مقول بينك، ردوك تكره تكره. اما حنا عارفين عندنا الفقر وحاربناه وكنحاربوا فيه، حنا عارفين عندنا الحقره وحاربناها، شات عارفين كان عندنا السيطره وحاربناها. جي شوف كيفاش عايشين، ولكن بلا ما تجي، بلا ما تجي. علاش؟ عندنا ما نديرو بيك، فهمتيني؟ لان كاينين جزائريين عايشين هنا، ولكن ما يقدروش ديك لا فيغتي ديالهم وداك الشيء ديال البخ ديالهم، ما يقدروش يقولوا لهم راه المروك احسن منا وخير منا، يقول لك راه يضحكوا علينا. اما المغرب وحنا ما نتقارنوش مع الجيري نهائيا، فرنسا وما نتقارنوش معها، حنا احسن من فرنسا. فرنسا دات لنا الخيرات ديالنا، حنا اوني ميوك لا فرونس. انا قلت لها لي فرونسي وقال لي ايه جو بارطاج، فايتينا شويه في السوسيال وفايتينا في شي حوايج داكوغ، مي راه حنا كنا حنا كنا بحال المستعمرين، وحنا ما عندنا الزهر، حنا دازوا عيد الدول عندنا، ها الاسبان، ها الانجلتار، ها الالمان، ها الامريك، وسيرتو الاسبان والبرتغال ولا فرنسا. والحمد لله المغرب تقاعد، هو ناض وقف شد لافريك، لي بونك كيعوموا في افريقيا كامله، لي زاجونس الصرف. المغربي بغى يخرج اوروبا كياخذ 10 المليون، ياخذ 10 مليون 10000 اورو. عاود تقول لي الغاز ما كاينش، شتي هذه الو غاز 05 20 10 20، شتيها هذه 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 الو غاز، هاي شتيها، هاي تبعها، هاي هذه درت لكم عليها واحد الفيديو، شتيها هاي كاطور، شتي هذه الو غاز، شوفنا مزيان، حنزز 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 تتكنزز. هذه يا سيدي هذه كتجيب لك البوطه حتى للدار، تجيب لك البوطه حتى للدار وتركبها لك وتفيري فيها وكل شيء دو بون كاليتي ابروب، كل شيء حتى للدار. عيط التليفون، انا والله الا ندير لهم اشهار بالله، لان اي مون غوندي سيرفيس. انا كنت في البلايص واري بعاد على المدينه، عيط سير بلاص ان كارد كانوا عندي، ركبوا لي البوطه وشعلوا البوطه وجربوها بالسلامه بالسلامه. هذه اللي كتشوف فيها، هذه شتيها، هذه الغاز يجيك حتى للدار. دابا راه كيليفريو الغاز، ها رجال النظافه خدامين، حنا كلشي خدام، حنا كنتقنوا الخدمه ديالنا المغاربه، واللي ما كيتقنش المغرب الخدمه ديالو في المغرب ليس منا، فمن غشنا فليس منا، سمعتيني؟ يبقى دابا تقول ناكل الحمل الحمير وتحيا الجزائر وناكل الحمل الحمل الفاو، يبقى تقول حنا ناكلوا الفن، ناكلوا الحمل العتروف والحمل الخروف، ايه والحمل العجل، ونقولوا عاش المغرب، فهمتي؟ ماشي المغرب اللي يعطينا اللحم، حنا نعطيو للمغرب اللحم. حنا نعطيو للمغرب الفلوس ونعطيو ليه الدوفيز، حنا هما لي كرياتور دو لا فورتي، حنا لي نخلقو باللغة العربية، نخلقو الفلوس، حنا لي كنولدوهم، ماشي هما لي كيولدو. المغاربة كيولدو كيخرجو للأرض، شتي الحجر، الحجر يحفروه يقادو يخرجو منه الذهب. أنا نفهمك المغاربة، أنا راه المغاربة صدموني، جيت من الجزائر كنحسب راسي غادي نجي تما غادي ندير بحال الجزائر، غاكلو تمونجي سوالو. والله لا فورتيه لا رقبتيه بالله،
بصح في المغرب الا خدمتي راك غادي توصل. اما هادو هاد القوميه اللي عندهم مبنيه على باطل، قوميه عيانه، قوميه طالعه على كراهيه المغرب، قوميه ما عندهاش، قوميه ما عندهاش الاساس ديالها، قوميه فيها غير تحيا. حنا ما عندنا، حنا كنقولوا عاش الملك، لان الملك اخويا الملك عندنا رمز، عندنا الملك رمز ديالنا، رمز من الرموز تاريخيه، هو اللي جمع الامه. وحنا راه ما تقضي علينا لا فرنسا لا والو، عاش حنا ندور او باركين في سونتر فيل، ندخل نحط الطوموبيل ونخرج نقضي الغراض ديالي. تقول لي خلي ديك الهضره عندك، خلي ديك الهضره عندك، ميزيريه هنا ما كان لا ميزيريه ولا، الحمد لله بخير وعلى خير. فوالا انا دابا فهمتكم، فهمت القراقير اللي كيسبونا ويعايرونا على ان القوميه ديالهم مبنيه على كراهيه المغرب، القوميه ديالهم مبنيه على التسلح، وعايشين غير في الحرب. 60 عام هما كيفكروا في الحرب، 60 عام هما كيدخلوا للمواطن خصهم ضروري يتقوا في الحرب، خصهم يصبر عليهم. اصبر اصبر يا وليدي، اصبر 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 يا وليدي، مروك باش يخرجوا دري صغير وفرحان وكيقول كحل كحل والمروكي، كحل كحل والمروكي. دري صغير قنعوه على انه عايش حفيان وجيعان، واللي يقول كحل كحل.